بعد عودته من جولة أسيوية، الرئيس السيسي يستهل نشاطه بلقاء وفد المجلس الوطني للكنائس الأمريكية. إعصار إرما يضرب فلوريدا ويصل إلى المرحلة الرابعة. خلال مؤتمر صحفي في جدة، الجبير ولافروف يتفقان على ضرورة الحل السياسي في سوريا. في جولة إخبارية جديدة من أونلايف. إلى تفاصيل هذه الجولة، حيث استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي وفدا من المجلس الوطني للكنائس الأمريكية بحضور وزير الخارجية والقس أندريا زكي رئيس الطائفة الإنجليزية في مصر. وخلال اللقاء أكد الرئيس على أن مصر تعمل على إعلاء مبادئ المواطنة بين كافة المواطنين وعدم التمييز بينهم على أساس ديني، خاصة في ضوء ما يمتلكه الشعب المصري من رصيد حضاري مكنه من تقديم نموذج للتعايش السلمي. من جانبهم، أعرب أعضاء الوفد الأمريكي خلال اللقاء عن تقدير المجلس الوطني للكنائس الأمريكية لمصر، مؤكدين على تضامن المجلس مع مصر في مكافحة الإرهاب. كما تطرق اللقاء إلى تناول سبل مواجهة الإرهاب، حيث أكد الرئيس على أهمية تضافر الجهود لمواجهة الظاهرة بما في ذلك الصعيدين الفكري والثقافي، بجانب الاستمرار في مواجهته أمنيا وعسكريا. أيضا معنا لمزيد من المتابعة القس أندريا زكي رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر، والذي حضر هذا اللقاء. أهلا بك معنا سيد أندريا. وبداية، اللافت في هذا الاجتماع وأهم النقاط التي كانت ملحة على طاولة أجندة هذا الاجتماع. وفي الحقيقة طبعا لقاء مهم، لأن المجلس الوطني لكل كنائس أمريكا بيمثل شريحة ليست بقليلة من المجتمع الأمريكي، وهو متواصل مع الشعب ومع القيادة السياسية هناك أيضا. وبالتالي كان من المهم في إطار التطورات الحادثة في مصر والمنطقة العربية أن يكون لديهم إلمام بشكل مباشر بما يحدث في المنطقة، وكان لك في غاية الأهمية. كان الأستاذ الرئيس تحدث عن التاريخ الحديث لمصر، وتحدث عن التطور الذي حدث في مصر في المرحلة الأخيرة، وعن العلاقات الإسلامية المسيحية الموجودة في مصر، وعن أهمية المواطنة، وعن أهمية بناء ثقافة العيش المشترك، وأنه الأمور لا تقف فقط عند حدود القوانين، ولكن هذه القوانين تحتاج ثقافة تدعمها على المستوى الشعبي والمحلي. تحدث عن سبل مواجهة الإرهاب وأهمية التكاتف المحلي والدولي في مواجهة الإرهاب، وعن قضايا حقوق الإنسان محليا ودوليا وكيفية التعامل معها في إطار الحفاظ على حقوق الإنسان، ولكن في نفس الوقت الحفاظ على مصالح أي دولة. حوار كان عميق للغاية. كان فيه أيضا جانب حوالين أهمية التسامح الديني، بفكرة أن الله لم يخلق البشر نوعا واحدا أو لونا واحدا أو دينا واحدا، ولكن التنوع هو جزء من الخطة الإلهية للبشرية، وبالتالي احترام هذا التنوع أمر مهم. وأكد الرئيس على أهمية الحرية، وأشار بوضوح إلى أن الحرية في عمقها أعطاها الله للإنسان لكي يختار أن يعبده أو لا يعبده، فهذه أسمى معاني الحرية وأبعدها. وبالتالي هذا الحوار ذو البعد الثقافي والسياسي والاجتماعي أعطى رؤية واضحة لما يحدث في مصر في المرحلة الراهنة. تحدث عن قانون بناء الكنائس ودور العبادة، تحدث على أنه الكنيسة التي تبنى والجامع التي تبنى في المنطقة أو في العاصمة الإدارية الجديدة هي تبنى بتبرع واحد، حساب بنكي واحد في المكانين، وده بيدل على التماسك الوطني في هذه القضية.
أشار إلى أن اللحمة في المجتمع المصري بتبنى وبتزداد. كان لقاء مهم وعميق وكان صريحا، وشعر الوفد الأمريكي الحاضر بأهمية هذا اللقاء، وأبدو امتنانهم أستاذ الرئيس على كافة المعلومات والحوارات التي تمت. طيب أيضا سيد أندريا فيما يتعلق بهذا، أنا القس أندريا، نعم أعلم ذلك، القس أندريا زكي، يعني فيما يتعلق بالمجلس الوطني للكنائس الأمريكية وهذا اللقاء الذي أكد فيه المجلس على أنه ينظر إلى مصر في مجال مكافحة الإرهاب بعين الاعتبار، وأنه يقدر الجهود المصرية في مجال مكافحة الإرهاب، إذن أيضا كيف ينظر هو بالتالي إلى هذا الشق، كيف يتعامل مع محاربة الإرهاب وهي ظاهرة عالمية ودولية، ما هي معطياته، ما هي أطروحاته في هذا السياق؟ أولا أود الإشارة هنا أنه غدا أيضا سيتم تنظيم ندوة كبرى يشارك فيها 50 قيادات الفكر والسياسة والبرلمانيين والمجتمع المدني المصري مع هذا الوفد، يتحدث في الندوة حوالين معا في مواجهة العنف والإرهاب. فالقضية دي قضية مطروحة، لكن في اللقاء النهاردة كان في وضوح تام أنه لا يمكن التهاون مع قضايا الإرهاب. يعني مثلا أشار السيد الرئيس إلى أنه في 100 مليون مصري إن لم يتم التعامل بحسم مع قضايا الإرهاب، وهذا الحسم لا يقف عند الحدود الأمنية فقط ولكنه يتجاوز الحدود الأمنية إلى الثقافية والاجتماعية، وأهمية تجديد الخطاب الديني بما يشجع عن التسامح وقبول الآخر وفهم الآخر. أعتقد هذه القضية كانت مطروحة. الوفد الأمريكي نفسه اتكلم بوضوح حوالين التحديات في هذا المجال، واتكلموا حوالين أنهم يواجهون داخل أمريكا نفسها عمليات تتعلق بالتمييز العنصري، عمليات تتعلق برفض الآخر، عمليات تتعلق بالإرهاب نفسه وعلاقة الأديان ببعضها، وبالتالي الحوار كان عميقا وواضحا في هذا المجال، أنه من الضروري التعامل مع قضايا الإرهاب في إطار منظومة دولية متكاملة لا تقف عند الحدود الأمنية فقط ولكنها تتجاوز الحدود الأمنية إلى الثقافة إلى العلاقات المشتركة. قضية الإرهاب كانت قضية هامة في هذا الحوار. طيب حضرتك ذكرت نقطة مهمة، ومكافحة الإرهاب تحتاج إلى منظومة دولية أمنية متكاملة، هل لهذا المجلس هذه الرؤية وهذا التطلع في محاولات الوصول إلى رؤية متكاملة لمكافحة ومجابهة الإرهاب بكل صوره وأشكاله؟ هذا المجلس يقوم بأدوار مهمة، مثلا هذا المجلس يتبنى فكرة على الصعيد الدولي الدولتين في فلسطين، الدولة الفلسطينية المستقلة، ويسعى ويعمل جاهدا إلى دعم هذه الفكرة. هذا المجلس يتولى قضايا السلام في أمريكا والعالم ككل ويسعى جاهدا إلى دفع منظومة السلام. هذا المجلس يهتم بالعلاقات بين الأديان على مستوى العالم، لأجل هذا يقيم عدد من الحوارات بين الإسلام والمسيحية، بين المسيحية واليهودية وغيره من هذه الحوارات. هذا المجلس لديه علاقات مع الشعب الأمريكي والحكومة الأمريكية نفسها، وكثير من أعضاء الكونجرس مثلا لهم مترددين على الكنائس التي يمثلها هذا المجلس، وبالتالي هو يقوم بعدة أدوار، أدوار رسمية وأدوار شعبية وأدوار على مستوى الحوار. أجل هذا كان هذا اللقاء اليوم لقاء هام، لأن المجموعة دول 11 اللي كانوا حاضرين هيعودوا إلى الولايات المتحدة سواء على المستوى الرسمي أو على المستوى الشعبي أو على المستوى الكندي، سوف يتواصلون مع أعضاء الكونجرس أو مع كنائسهم أو مع شعبهم في نقد الرؤية اللي شافوها في مصر هذا. وأنا بتصور كانت رؤية عميقة للغاية، اللقاء استمر إلى ما يقرب من ساعة وخمسين دقيقة، يعني كان لقاء ثريا وغنيا، وهم تأثروا كثيرا بما سمعوه مباشرة من السيد رئيس الجمهورية. نعم أشكرك شكرا جزيلا القس أندريا زكي رئيس الطائفة الإنجليزية في مصر على هذه المداخلة الكريمة من حضرتك.
عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اجتماعا ضم رئيس مجلس الوزراء وسيد محافظ البنك المركزي فضلا عن عدد من الوزراء والمسؤولين. تناول الاجتماع نتائج الجولة الأسيوية الأخيرة التي قام بها الرئيس إلى الصين وفيتنام، حيث وجه الرئيس بأهمية قيام الوزارات والجهات المعنية بتنفيذ ما تم توقيعه من اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع الدولتين خلال الزيارة. كما تناول الاجتماع آخر المستجدات على الصعيد الإقليمي وتطورات الأزمات القائمة بعدد من دول المنطقة وما ينتج عنها من تداعيات وتهديدات مختلفة، حيث أكد الرئيس على أهمية الاستمرار في المواجهة الحاسمة لمحاولات دعم التنظيمات الإرهابية أو تمويلها أو توفير الملاذات الآمنة لها، مشددا في هذا الإطار على ضرورة مواصلة الأجهزة الأمنية التحلي بأقصى درجات التأهب والاستعداد والاستمرار في التصدي للتهديدات الإرهابية، فضلا عن تجديد إجراءات الرقابة على الحدود وتأمينها وإحكام السيطرة عليها. أناب الرئيس عبد الفتاح السيسي وزير التعليم العالي والبحث العلمي خالد عبد الغفار للمشاركة في فعاليات القمة الأولى لمنظمة التعاون الإسلامي للعلوم والتكنولوجيا التي تعقد على مدار يومين في مدينة أستانا بكازاخستان تحت عنوان العلوم والتكنولوجيا والابتكار والتحديث في العالم الإسلامي. يفتتح وزير الخارجية سامح شكري غدا فعاليات المؤتمر السنوي 23 للرابطة الدولية لمراكز التدريب على حفظ السلام بمشاركة 300 مسؤول دولي رفيع المستوى. وقالت الخارجية إن استضافة المؤتمر تعد استمرارا لدور مصر في مجال حفظ السلام، حيث تعتبر مصر ثالث أكبر دول العالم مشاركة بخبراء عسكريين وخامس دول العالم مساهمة بقوات شرطية. وأشارت الخارجية إلى أن المؤتمر سيعقد هذا العام تحت عنوان التدريب المتكامل لقوات حفظ السلام للعمل في بيئات أمنية معقدة، وذلك على ضوء التغيرات الكبيرة التي يشهدها مجال حفظ السلام. قالت وزارة الخارجية إن جهودها نجحت في إلقاء القبض على الشخص صاحب المقطع المصور الذي انتشر مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي والذي تفاخر فيه بالاعتداء بالضرب على مواطن مصري. وأوضح مساعد وزير الخارجية لشؤون القنصلية والمصريين في الخارج السفير خالد رزق أن القنصلية المصرية في الرياض تواصلت مع السلطات السعودية من أجل إلقاء القبض على المتهم، حيث نجحت شرطة نجران في إلقاء القبض على الكفيل وتبين أنه مواطن يمني الجنسية وتم عرضه على النيابة لاستكمال التحقيقات. انطلقت فعاليات التدريب المصري الأمريكي المشترك النجم الساطع 2017. تتضمن هذه التدريبات فعاليات المناورة لتنفيذ مشروع تكتيكي بالذخيرة الحية لعناصر مشتركة من المشاه الميكانيكي والمدرعات مصحوبة بأنشطة جوية وبحرية. كما تعقد على هامش التدريب ندوة بحثية يتم خلالها تبادل الرؤى فيما يتعلق بالموضوعات الاستراتيجية المطروحة على الساحة الدولية والجهود المبذولة في ضوء الاستراتيجية المصرية الشاملة لمكافحة الإرهاب. تجري عناصر من وحدات المظلات المصرية وقوات الإنزال الروسية فعاليات التدريب المشترك حماة الصداقة 2 خلال المدة من 9 إلى 22 من سبتمبر الجاري. يشمل التدريب العديد من الأنشطة والفعاليات، من بينها تنفيذ أعمال الإسقاط للأفراد والمعدات والمركبات المدرعة، كذلك التدريب على أعمال قتال القوات الخاصة ومكافحة الإرهاب وفقا لأحدث النظم التدريبية الحديثة. وقد تم الإعداد والتخطيط الجيد لتنفيذ الأنشطة والأهداف التدريبية المخططة بما يساهم في تحقيق أقصى استفادة ممكنة لجميع العناصر والقوات المشاركة في التدريب. ومعنا لمزيد من المتابعة سيادة اللواء نصر سالم أستاذ العلوم الاستراتيجية بأكاديمية ناصر. سيادة اللواء أهلا بك على أونلايف، وها هي تدريبات النجم الساطع تعود وبقوة، تدريبات مشتركة في الكثير من المجالات. إذا ما أهمية هذه التدريبات المصرية الأمريكية المشتركة في توقيتها، في أيضا فعالياتها وأهميتها؟ تفضل.
التدريبات المشتركة بين الدول بتعد من أرقى أنواع التدريبات في العالم. مصر النهاردة بترجع الولايات المتحدة مرة أخرى بعد انقطاع من 2009 لهذه التدريبات بعد تحسن علاقات أو عودة العلاقات إلى السابق عهدها. هذه التدريبات بيشترك فيها كل أنواع القوات بأفرعها الرئيسية، سواء كانت قوات برية، قوات جوية، قوات بحرية. بيتم تبادل الخبرات، تبادل المعلومات بين القوات، بيبقى في تدريبات مشتركة، بيبقى في تنسيق تعاون ازاي نواجه مع بعض عدو مشترك، وخاصة في ظل ظهور الإرهاب والحروب الغير متماثلة اللي بتتعرض لها منطقتنا، واللي مصر الحمد لله رب العالمين قطعت شوط كبير فيها، وبتعتبر صاحبة خبرة العالم كله بيسعى إليها، زي ما لديها خبرة في الحروب النظامية أيضا جعلت كل هذه الدول تسعى إلى التدريب معنا. هذا التدريب إن شاء الله استئنافه مرة أخرى إضافة لقدراتنا القتالية، كما أنه إضافة لكل هذه القوات اللي جاية تتدرب معنا. زي ما بنقول إحنا بنستفيد منهم، بنطلع أو بننفتح على أحدث ما وصل إليه العالم، وخاصة إذا كان جيش زي أمريكا أو جيوش متقدمة ما لديها من أسلحة جديدة، من تكتيكات، من فكر جديد، كل ده بننفتح عليه، وبالتالي بنضيف لقواتنا خبرة وبنضيف ليها قدرات قتالية جديدة. طيب سيادة اللواء، ما بين النجم الساطع وتدريبات مصرية أمريكية مشتركة، هناك أيضا عناصر من وحدات المظلات المصرية، هناك تدريبات وأيضا نوع من أنواع التدريبات المشتركة وقوات الإنزال الروسية وفعاليات كثيرة فيما يتعلق بحماة الصداقة 2. دلالة ذلك سيادة اللواء ما بين تدريبات مصرية أمريكية ومصرية روسية في نفس الوقت؟ هو ده بقى الجديد في مصر هنا. احنا زي ما كسرنا ان يبقى كل تسليحنا من دولة او دولتين، وانفتحنا على العالم كله من شرقه ومن غربه، فاصبح لدينا سلاح من كل دول متقدمة في العالم، بحيث ان يبقى قرارنا لا يخضع لاي ارادة خارجية تفرض علينا رأيها او ارادتها، نظيرنا تمدنا بالسلاح في وقت ما. النهاردة بنقول مع هذا التنوع ايضا، وبما لدينا من خبرات، عايز اقول ان روسيا ايضا هي طلبت ان هي تتدرب مع قواتنا، او ان قواتنا تتدرب معاها، زي ما الولايات المتحده طلبت، زي ما قوات من حلف الناتو، زي ما قوات كثيره من الدول العربيه الشقيقه بتطلب. مصر بما لديها من خبرات متقدمه الحمد لله، وخبرات على درجه عاليه، الكل بيسعى الينا للاستفاده مما لدينا من خبرات، وفي المقابل نحن ايضا حريصين على مثل هذه التدريبات لأنها بتضيف لنا زي ما بتضيف لنا. صحيح. في مجال استراتيجية مصر لمكافحة الإرهاب، مصر دولة أبهرت العالم وما زالت تبهر العالم في استراتيجيتها لمكافحة الإرهاب عبر السنوات الفائتة، والإرهاب هنا أتحدث بكل صوره وأشكاله وعلى الأرض في سيناء، لكن أهمية هذه التدريبات في إضافة قيمة أخرى في مجال استراتيجيات الحرب في هذا الشق سيادة اللواء، مكافحة الإرهاب، كيف نستفيد؟ تفضل. يعني الإرهاب عبارة عن إيه؟ حرب عصابات. لا يرهق أي جيش نظامي في العالم إلا حرب العصابات، لأن ما بيبقاش، وخاصة يمكن الإرهاب اللي عندنا في سيناء بالذات وفي مصر غير الإرهاب اللي في أي دولة من الدول اللي جنبينا. يعني لو قلنا ليبيا، سوريا، العراق، اليمن، في معسكرات معروفة، ده بتاع القاعدة، ده بتاع داعش، ده بتاع النصرة، ده بتاع، يعني في كل مكان هنجد إيه؟ في معسكرات، حتى الجيوش بتقدر تتعامل معاها. احنا لا يوجد لا معسكر ولا في عدو ظاهر، ورغم هذا الحمد لله قدرت قواتنا ان هي تتغلب على كل هذا، ان هي تقتفي اثر هؤلاء الارهابيين وتطلعهم من تحت الارض وتتعامل معهم، رغم التمويل الغير محدود والتآمر الكبير من دول اقليمية ودول عالمية، الا اننا الحمد لله رب العالمين نقول ادي نبص وبضدها تتميز الاشياء، نبص حوالينا ونقول الحمد لله احنا فين، والدول اللي جنبنا دي ايه، وبالتالي ما لدينا من خبره النهارده، الكل جاي النهارده عايز يقول
ورونا انتوا عملتوا ايه. صحيح. ايضا في ضوء نحن لدينا يعني خبرات متراكمه اصبحت في هذا المجال، مجال مكافحه الارهاب، هم ايضا يستفيدون من هذه الخبره المصريه في هذا المجال. سياده اللواء اشكرك شكرا جزيلا. سياده اللواء نصر السالم الخبير العسكري اشكرك على هذه المداخله. اذا مشاهدينا الكرام فاصل ونعود اليكم بعد قليل. أهلا بحضراتكم من جديد. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إدارته تراقب الوضع بشأن إعصار إرما على مدار الساعة، مشيرا إلى أنه على اتصال مستمر مع جميع الحكام والمسؤولين الحكوميين. وقال ترامب إنه وافق على إعلان حالة الطوارئ في فلوريدا وجورجيا وكارولاينا الجنوبية وبورتريكو وجزر فيرجن الأمريكية، وأحث الرئيس الأمريكي سكان فلوريدا على اتخاذ إجراءات السلامة كافة في مواجهة الإعصار. ومع وصول إعصار إرما إلى ولاية فلوريدا بعد أن وصل للدرجة الرابعة، استمرت السلطات بفلوريدا في تقديم المساعدة في عمليات الإخلاء والإغاثة، ويتوقع أن يشكل الإعصار عاصفة كبيرة باندفاع موج البحر إلى ارتفاع يصل إلى 5 أمتار مع هطول أمطار غزيرة وفيضانات ونشوء عواصف. ومع وصول الإعصار إرما إلى ولاية فلوريدا، قامت حديقة الحيوان في ميامي بنقل الحيوانات والطيور النادرة إلى غرف إسمنتية محصنة لحمايتها، حيث يحرص المسؤولون في الحديقة على ضمان سلامة نحو 3000 حيوان وإبعادها عن أي خطر. بعد اجتياح إعصار إرما المدن تباعا، لا تريد حديقة الحيوان في ميامي المجازفة بحياة النسر أبيض الظهر المهدد بالانقراض، أو حتى طائر البشروش الوردي، حيث قامت الحديقة بنقل النسر من قفصه ووضعته في غرفة إسمنتية محصنة تحت الأرض مع حيوانات أخرى. مع وصول الإعصار إرما إلى ولاية فلوريدا، قامت حديقة الحيوان في ميامي بنقل الحيوانات والطيور النادرة إلى غرف إسمنتية محصنة لحمايتها، حيث يحرص المسؤولون في الحديقة على ضمان سلامة نحو 3000 حيوان وإبعادها عن أي خطر. مسؤولو الحديقة يعانون من أجل تأمين الحيوانات والانتهاء من فحص معدات الطوارئ، بينما تزداد حالة الطقس سوءاً بسبب الإعصار الذي يعد من أقوى العواصف التي يشهدها الأطلسي خلال قرن من الزمن. نحن قلقون جداً بشأن المولدات لأن لدينا أجهزة تعمل في متنزه الحياة البحرية. إذا توقفت هذه الأنظمة ستنفق الأحياء البحرية. الحيوانات الكبيرة كالأسود والفيلة والقردة لم يتم نقلها بعد أن تم تحصين أقفاصها بعد الإعصار أندرو، لكن الحديقة نقلت حيوانات أصغر حجماً إلى أقفاص إسمنتية. ومع وصول الإعصار إلى اليابسة بغرب ميامي مصحوباً برياح تصل سرعتها إلى 160 كيلومتراً في الساعة، صدرت أوامر بإخلاء الحديقة التي أعادت إلى الأذهان ذكريات الإعصار أندرو الذي دمر أجزاء واسعة منها عام 1992. ورغم أن إعصار إرما المرتقب وصوله إلى ولاية فلوريدا الأمريكية هو من الكوارث الطبيعية المدمرة التي يتخوفها الكثيرون، إلا أنه ليس بالجديد على الولايات المتحدة حيث سبقته أعاصير عاتية ومدمرة أخرى على مر التاريخ. نستعرض معكم في سياق العرض المعلوماتي التالي عددا من الأعاصير التي ضربت منطقة المحيط الأطلنطي. أهلا بكم. يتابع العالم حاليا مجريات الأعاصير المتتالية التي تضرب المنطقة الجنوبية من الولايات المتحدة وما حولها، ويترقب المتابعون بأنفاس حبيسة ما الذي ستفعله إرما بالولايات المتحدة.
إرما المدمر ليس سابقة في تاريخ المنطقة التي لها تاريخ طويل من الأعاصير. هذا العرض المعلوماتي يقدم معلومات عن أبرز هذه الأعاصير التي غالبا ما تحمل أسماء نسائية. البداية مع إعصار إرما، وهو الإعصار الأحدث في سلسلة أعاصير ضربت منطقة الكاريبي في المحيط الأطلنطي، يعد الأقوى على الإطلاق. ينتمي إعصار إرما إلى الفئة الخامسة، وهو من الأعاصير على أعلى مستوى محتمل بعد أن سجلت سرعة رياحه نحو 290 كيلومترا في الساعة. ومع وصول إعصار إرما إلى سواحل فلوريدا تم إعلان حالة الطوارئ وصدرت الأوامر بإخلاء المنازل، وتتوقع الأمم المتحدة بلوغ عدد المتضررين منه في فلوريدا إلى 37 مليون شخص. كان هذا هو إعصار إرما. بالانتقال إلى إعصار هارفي، وهو ثاني أحدث الأعاصير التي ضربت الولايات المتحدة، تحديدا ولايتي تكساس ولويزيانا، وتم تصنيفه من الفئة الرابعة، وقدرت خسائره بنحو 180 مليار دولار، تاركا حوالي 200 ألف منزل متضرر ونحو 70 ألف أو 70 قتيلا. في عام 2016 ضرب إعصار ماثيو ضرب ولاية فلوريدا الأمريكية وجزيرة هايتي، تم تصنيفه أيضا ضمن الفئة الرابعة من الأعاصير. أود هذا الإعصار بحياة أكثر من 1000 قتيل ومليوني مشرد أجبروا على الفرار من منازلهم. قدرت إجمالية الخسائر المادية في الولايات المتحدة والكاريبي ب 15 مليار دولار. أكتوبر 2015 اجتاح إعصار باتريشيا اجتاح غرب المكسيك حاملا أمطارا ورياحا بلغت سرعتها قبيل ساعات من دخول البر المكسيكي 325 كيلومتر في الساعة، وهو رقم قياسي لم يسبق أن سجل في التاريخ، وهو إعصار مصنف من الفئة الخامسة. أدى إلى سقوط الأشجار وأغرق الشوارع والطرق، ضرب المباني على ساحل المكسيك. في عام 2005 ترك إعصار كاترينا خسائر بشرية ومادية هي الأكبر على الإطلاق من بين الأعاصير المدارية في المحيط الأطلسي، حيث تسبب هذا الإعصار في مقتل 1833 قتيلا ونحو 108 مليارات دولار خسائر مادية. تدرج إعصار كاترينا في القوة من الدرجة الأولى، وحتى الخامسة تكبدت ولاتي ميسيسيبي ولويزيانا أكبر الخسائر. إلى جانب باتريشيا، كاترينا، إرما، هناك ساندي، ريتا وويلما. فلماذا يميل الأمريكيون لإطلاق الأسماء الأنثوية على الأعاصير؟ هل هذا انعكاس للتصورات الكامنة في أذهانهم عن المرأة؟ أم يريدون المقاربة ما بين ما تحدثه الأعاصير وما تحدثه النساء من أثار؟ إن كان الأمر كذلك فلنا نتخيل ما شكل الظواهر الطبيعية الجديرة بأن تحمل أسماء الرجال. وللمزيد حول إرما معنا دكتورة إيمان شاكر خبيرة الأرصاد الجوية، أهلا بك معنا دكتورة. وما معنى وصول إرما إلى المرحلة الرابعة؟ أهلا بك أستاذة نهى وأهلا بالسادة المشاهدين. طبعا إعصار إرما هو إعصار تكون على غرب أفريقيا وتحرك في المحيط الأطلنطي، وصل إلى الفئة الخامسة على المحيط الأطلنطي، وكانت سرعة الرياح في 295 عقدة، لكن مع تحركه وصول الجزر الكاريبي بعد أن ضربها طبعا ويخلف وراءه خسائر عديدة، بتهدأ سرعته بيتحول إلى الفئة الرابعة، وهو الآن دلوقتي وصل إلى فلوريدا وهو في الفئة الرابعة، ومن المتوقع لي أن هو غدا إن شاء الله الاثنين هو يوصل إلى جورجيا وكوبا وهيكون وصل إلى الفئة الثالثة. ما معنى هذه الفئة الرابعة، المرحلة الرابعة التي وصل إليها إرما؟
هو الإعصار عبارة عن منخفض جوي بيتكون على سطح الأرض، بيكون فيه قيمة ضغط منخفضة جدا. الفئات دي احنا بنصنفها على حسب سرعات الرياح، فمثلا الفئة الرابعة بتكون سرعة الرياح فيها حوالي 185 عقدة إلى 195 كيلومتر على الساعة، لكن الفئة الخامسة اللي هو كان وصل لها هو أثناء وهو على المحيط الأطلنطي دي بتوصل فيها سرعة الرياح ل 295 كيلومتر على الساعة. عظيم. فهي بتصنف الفئات على حسب سرعة الرياح. مفهوم. هل هذه الدرجات المتعلقة بإرما مرشحة للزيادة؟ يعني هل من المتوقع أن تصل إلى الدرجة السادسة؟ ما هو أكثر من ذلك؟ إيه لا، هو أكثر درجة بيوصل لها لما بيكون في المية، فهو كان في المحيط الأطلنطي كان 295 كيلومتر على الساعة. دلوقتي سرعة الرياح بدأت تنخفض، هو دلوقتي في الفئة الرابعة ووصل ل 185، والمتوقع ليه غدا إن شاء الله إن هو يوصل إلى الفئة الثالثة، يعني يقل وليس يزيد، ثم يتحول إلى عاصفة يعني ضغط ستورم عادية، وبعد كده يبقى ينتهي. إذا التوقع بالنسبة له بأنه سيقل وليس سيزيد. سلطات فلوريدا أطلقت على هذا الإعصار دكتورة إيمان بالمطحنة. كم من الوقت يمكن بقاء هذه المطحنة على حد وصف السلطات في فلوريدا في أجواء الولاية؟ هل يومين؟ هل ثلاثة؟ أم ماذا؟ هو المتوقع ليه أنه هو غدا يضرب جورجيا وكوبا ثم تنخفض سرعته مرة أخرى، ويوم الثلاثاء او الاربعاء ان شاء الله صباح يوم الاربعاء هينتهي هذا الاعصار او هتقل سرعته نهائيا، هي تكون بس مجرد عاصفه او نشاط رياح مش اكثر. يعني السرعه تكون في البدايه وتقل تدريجيا، صحيح دكتوره؟ صحيح، هي بتكون اقصى سرعه ليه لما بيكون على الميه على المحيط، لما بيبدا يلامس الارض ويبدا يضرب المدن ده بتبدا سرعته تقل تدريجيا. طيب دكتور أخيرا، يعني ما الذي يتوجب على السلطات الأمريكية في مثل هذه الأحوال أن تقوم به وتفعله لمحاولة تقليل حجم الآثار السلبية وما يخلف هذه الأعاصير؟ هو طبعا بيكون الأعاصير دي بنتنبأ بيها مثلا بحوالي 3 أو 4 أيام قبلها، فبيتم إخلاء المناطق المتوقع ليها أن الآثار يوصلها، ففعلا ده تم إخلاء أكثر من 6 مليون شخص من فلوريدا. وطبعا ممكن احيانا بيتم تاثير على مسار الاعصار بحيث ان انا احوله لمكان يكون قيمه الخسائر فيه بتكون اقل، لكن هو مثلا ضرب جزر الكاريبي فدمر فنادق ودمر قرى سياحيه كبيره جدا، وكانت في خسائر بمبالغ كبيره جدا قدرت بحوالي 120 مليار دولار. نعم دكتوره ايمان شاكر خبيره الارصاد الجويه، اشكرك شكرا جزيلا. طلب وزير الدولة الإماراتي لشؤون الخارجية أنور جرجاش النظام القطري بالكف عن المناورة والتعامل ظاهرا وباطنا بشفافية، وقال في سلسلة تغريدات إن الدوحة عليها أن تغلب الحكمة وتعمل على معالجة أزمتها مع محيطها بدلا من السعي إلى دق إسفين الخلاف بين الرياض وأبوظبي عبر طرحها الإعلامي الساذج. وأشار إلى أن تراجع وتعدد مصادر القرار في الدوحة بدا ككل الفرص حتى باتت في موقف صعب. إفشال الوساطات والتراجع عن التعهدات سياسة تعكس تخبط القرار في النظام القطري وتعدد مصادره وولاءاته، وخلال السنوات الأخيرة انفتحت قطر بشكل متسارع على إيران وتركيا وباتت ذراعهما في المنطقة رغم التهديد الذي تشكله الدولتان على أمن الخليج. إذن سنتابع المزيد في سياق التقرير التالي. الطابور الخامس، لقب يطلق على عملاء العدو داخل الحلف الواحد، كما هو حال نظام الحمدين في قطر الذي طعن جيرانه في الخليج قبل باقي الدول العربية. وكان لافتا في بيان الدول الأربع أن دولا كثيرة في العالم لم تتمكن من إعلان موقفها ضد نظام قطر بسبب سوابق النظام الإرهابي في دعم الانقلابات، ليشكل ذلك رسالة سياسية بأن الدول الأربع تعلم ما يجري خلف الكواليس وما يشكله تنظيم الحمدين من خطر على دول المنطقة. جاءت التناقضات القطرية تجاه جهود الوساطة سواء التي قام بها أمير الكويت أو وزراء خارجية عدد من الدول الغربية لتؤكد أن تنظيم الحمدين لا ينوي التنازل عن سياساته التي تعتمد على نشر الحرائق والفرقة والتطرف في دول المنطقة لخدمة المتربصين بالأمة. وعقب افتضاح أمرها انفتحت قطر على إيران بشكل متسارع
فدعمت مواقف طهران وروجت لسياساتها في المنطقة نظير مرور الطائرات القطرية من أجوائها. أؤكد أن إيران دولة جارة مهمة، وأن التعاون بينها وبين دولنا هو في مصلحة المنطقة. العلاقات الثنائية بين قطر وإيران تنمو وتتطور باستمرار على أساس المصالح المشتركة. من جهة أخرى، اختارت قطر الارتماء في خانة المواجهة العسكرية بعدما استخدمت أفواجاً مدججة بالسلاح الثقيل قادمة من تركيا استعداداً لحرب يراها النظام القطري محتملة ضد دول الخليج. وفي ظل التصعيد القطري والأكاذيب التي يروج لها تنظيم الحمدين، يبقى التساؤل كيف يمكن التفاهم مع جهة اختارت أن تكون في صف ممول الإرهاب وداعميه، واختارت المواجهة بدلا من الانصياع لصوت العقل والحكمة والعودة إلى جادة الصواب. فاصل ونعود بعد قليل. نرحب بجديد المتابعة. وصلت قوات سوريا الديمقراطية إلى منطقة صناعية شرق مدينة الزور فيما اعتبر تقدما سريعا ضد مسلحي داعش بعد ساعات من إطلاق التحالف الدولي الداعم لقوات سوريا الديمقراطية عملية ضد التنظيم في المناطق الشمالية والشرقية من دير الزور. وبهذا التقدم باتت قوات سوريا الديمقراطية على بعد 15 كيلو مترا من الجيش السوري في دير الزور، ويتابع الجيش تقدمه في المدينة حيث سيطر على طريق السخنة دير الزور، ما أدى إلى فرار جماعي لمسلحي داعش باتجاه مدينة الميادين في ريف دير الزور الجنوبي الشرقي. بعد حصار دام 8 أشهر، تمكن الجيش السوري أخيرا من كسر الحصار المفروض من تنظيم داعش الإرهابي على مطار محافظة دير الزور العسكرية. ووقعت اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش السوري بمشاركة القوات الخاصة الروسية من جهة، وعناصر داعش من جهة أخرى على محاور في أطراف مدينة الرقة ودير الزور ومحيطها. اتجاه الرقة دير الزور مع قواتنا الباسلة التي صمدت في مدينة دير الزور وحمت أهلها وسطرت أروع ملاحم البطولة والفداء. وتمكنت قوات الجيش السوري من تحقيق تقدم في المنطقة من محور المطار ومحور المقابر، وباتت أقل من 500 متر تفصل بين القوات المتقدمة من جهة الكتلة المرتبطة باللواء 137 وبين مطار دير الزور العسكري المحاصر منذ مطلع العام الجاري. وذكرت القيادة العامة لمجلس دير الزور العسكري والتي تقاتل ضمن قوات سوريا الديمقراطية في بيان أن العملية الدائرة في محافظة دير الزور تهدف إلى السيطرة على مناطق في الريف الشمالي والشرقي والتقدم باتجاه نهر الفرات. باسم القيادة العامة لمجلس دير الزورية العسكري نزف البشرى ببدء الحملة، حملة عاصفة الجزيرة والتي تستهدف تحرير ما تبقى من أراضي الجزيرة السورية وشرق وشمال الفرات من رجس الإرهابيين وتطهير ما تبقى من ريف دير الزور الشمالي. يأتي التطور الذي يحرزه الجيش السوري في دير الزور في وقت أعلنت فيه قوات سوريا الديمقراطية هي الأخرى عن عملية ضد داعش بمساعدة قوات التحالف الدولي، الأمر الذي يؤجل مستقبل دير الزور بعد داعش. قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير إن السعودية تهدف للحفاظ على وحدة الأراضي السورية وتبني حل سياسي مبني على إعلان جنيف واحد وقرارات مجلس الأمن. ودعا الجبير خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي جميع الأطراف السورية إلى ضرورة الدخول في عملية سياسية تحدد مستقبل سوريا. المملكة العربية السعودية هدفها أن الحافظ على وحدة الأراضي السورية وضمان حقوق جميع الطوائف السورية، تسعى لحل سياسي مبني على إعلان جنيف واحد وقرار مجلس الأمن 2254 الذي يؤدي إلى تشكيل هيئة انتقالية للسلطة ويكون فيه عملية سياسية لتحديد مستقبل سوريا، فإحنا نتفق على الشيء هذا. بالنسبة للمفاوضات في جنيف، المملكة داعمة لهذه المفاوضات ونؤيد جهود المبعوث الأممي الدستورة في هذا المجال.
وخلال المؤتمر الصحفي مع نظيره السعودي، أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف دعم موسكو لجهود الرياض في جمع وتوحيد المعارضة السورية. شددنا على ضرورة، كما ذكرنا، تضافر جهود المجتمع الدولي لمحاربة الإرهاب الدولي والتطرف، وفي هذا السياق أولينا اهتماما خاصا الأوضاع في سوريا، ونحن متضامنون في أنه إن إقامة مناطق خفض التوتر خطوة مهمة إلى الأمام التي تساعد على تعزيز نظام وقف إطلاق النار وتساعد على حل القضايا الإنسانية للمدنيين وتشكل ظروفا للمضي قدما في العملية السياسية على أساس القرار الأممي 2254. ونحن في روسيا ندعم بشدة الجهود السعودية حول توحيد صفوف مختلف أطياف المعارضة، أقصده مجموعة الرياض والقاهرة وموسكو، وتشكيل الطاقم الموحد للمعارضة للمفاوضات مع الحكومة في جنيف. قدم الجيش الروسي مساعدات إنسانية من مواد غذائية وصحية إلى أهالي مدينة دير الزور بعد قيام الجيش السوري بفك الحصار عنها بمساعدة القوات الروسية، وعبر عدد من أهالي المدينة عن شكرهم وتقديرهم لجمهورية روسيا الاتحادية حكومة وشعبا على مواقفها الداعمة للشعب السوري في حربه ضد الإرهاب، وللمساعدات التي تقدمها الحكومة الروسية لتعزيز صمود الشعب السوري. وينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور محمود حمزة، الخبير في الشؤون الروسية من موسكو. أهلا بك معنا سيد محمود على أون لايف. يعني بداية، الاجتماع الذي جمع بين وزيري خارجية السعودية والروسية، تطرق هذا الاجتماع إلى الكثير وجملة من الأمور المهمة والحساسة في علاقة المملكة العربية السعودية بروسيا، الموقف مثلا إزاء الأزمة السورية، ليبيا، اليمن، الموضوع القطري. إذن هنا ما دلالة زيارة لافروف إلى السعودية بعد أسبوعين من جولة خليجية له شملت الكويت، قطر، الإمارات، وكان هناك تساؤلات لماذا لم يزر السعودية؟ إذن ما دلالة هذه الزيارة وما خرج من هذا المؤتمر؟ أعتقد أن هذه الزيارة هي استمرار لجولة السيد لافروف إلى الخليج، لأن أحد الأهداف هو الحقيقة التطرق لأزمة الخليج، هذا أولا. ثانيا، هناك طبعا اتصالات وزيارات وتعاون واسع يعني مؤخرا، ولو على مستوى سياسي وعلى مستوى النوايا في المشاريع الاقتصادية والاستثمارية بين المملكة العربية السعودية وروسيا، والحقيقة بين روسيا ومعظم دول الخليج. لذلك زيارة السيد لافروف إلى السعودية هي يعني تستهدف أولا إلى تعميق العلاقات الثنائية، ومن ضمنها بالمناسبة، هذا شيء مهم جدا، قد يكون التحضير لزيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز إلى موسكو في شهر أكتوبر. وايضا ابداء يعني تقديم دور معين من قبل روسيا في حل مشكله ازمه الخليج، لانه هناك كان نقد واسع لروسيا على انها لم تتدخل ولم تزور دول الخليج بعد ان انفجرت هذه الازمه المحزنه والمزعجه بين الدول الخليجيه الشقيقه. لذلك السيد لافروف وزير الخارجيه الروسي قرر زياره المنطقه و ابداء شيء من يعني الاهتمام الكبير بهذه الازمه، انهم حريصون على وحده الخليج وحريصون على يعني تحل الامور بالحوار وبالطرق يعني الطرق السلميه والى اخره. تعودنا أن نفهم ما وراء الحديث إذا كان سياسيا ومن خلال هذه المؤتمرات، ما وراء حديث لافروف عندما يتحدث عن الأزمة القطرية؟ ماذا استنتجت أنت سيد محمود من تصريحاته في هذا السياق؟ لا يعني روسيا أعلنت منذ البداية موقف حياد تجاه الأزمة في الخليج، يعني هي لم تقف إلى جانب المملكة ولم تقف إلى جانب دولة قطر، وإنما حاولت تظهر أن كل أن علاقتها طيبة بكل دول المنطقة وكل دول الخليج، وتريد أن توثق علاقتها، وخاصة هي بحاجة ماسة لاستقطاب استثمارات بعد العقوبات الغربية التي فرضت على روسيا،
وهي تريد بيع الأسلحة لهذه الدول وغيره، تعاون مجال النفط والغاز. لذلك روسيا حريصة قولا وفعلا على الحفاظ على علاقاتها الإيجابية مع هذه الدول. ولكن أنا أشير إلى نقطة أن وسائل الإعلام الروسية وحتى هناك بعض إشارات من مسؤولين الروس بأنهم كان الموقف الروسي كان أقرب إلى موقف دولة قطر لأسباب إذا سمح الوقت ممكن نتوقف عندها لاحقا. طيب دكتور محمود حمزة، أريد أن أسألك وفي عجالة من فضلك فيما يتعلق بالأزمة السورية، لأنه من المهم أن نتوقف عندها. هناك الزعيمان اتفقا على فكرة التوافق في الرؤية السورية فيما يتعلق بالأزمة السورية، لكن لافروف قال ليس لدينا نية للإبقاء على مناطق خفض التوتر في سوريا للأبد. ما الذي يعنيه لافروف؟ طبعا لافروف ان التهدئه وقف القتال وهذه المصالحات وتخفيض تصعيد القتال في بعض المناطق هذا هو مقدمه لحل سياسي. هو يقصد بانه ستبدا عمليه سياسيه وستنهي اي وضع عسكري في سوريا. ولكن الحقيقه لا نعرف كيف يريد السيد لافروف ان ينهي هذه المشكله في وقت يدعم به نظام الأسد بشكل قوي جدا. ويقول من جهة أخرى نحن لا نريد أن يتدخل أحد في الشأن السوري، ليكن الشعب السوري يقرر مصيره بنفسه وإلى آخره. الأقوال شيء والأفعال شيء. لذلك في مجمل الحديث على ما يبدو هناك تفاهم أمريكي روسي وبموافقة أو باستحسان سعودي وإقليمي دول إقليمية على حل الوضع. عفوا الوقت ليس معي، أشكرك شكرا جزيلا دكتور محمود حمزة الخبير في الشؤون الروسية من موسكو. وانتهت مشاهدينا هذه الجولة، لم يتبقى سوى تذكرة بأهم عناوينها. بعد عودته من جولة أسيوية، الرئيس السيسي يستهل نشاطه اليوم بلقاء وفد المجلس الوطني للكنائس الأمريكية. إعصار إرما يضرب فلوريدا ويصل إلى المرحلة الرابعة. خلال مؤتمر صحفي في جدة، الجبير ولافروف يتفقان على ضرورة الحل السياسي في سوريا. طابت أوقاتكم.